أهلا بيكم في دروسنا لتعليم الأدوب بريمير. النهاردة هنتكلم عن تحريك الصور وتحريك التكست أو الفونت أو الكتابة اللي أنت بتستخدمها جوه البرنامج، وتحريك اللوجوهات وكل التفاصيل دي للناس اللي بتحتاج التفاصيل دي. أول حاجة معانا هنحط الخلفية، وإحنا قبل كده شرحنا إزاي بتعمل إمبورت أو بتدخل الماتيريال. هنحط الخلفية على التايم لاين، هحط اول حاجات عندي اللي هي الصور اللي انا مصورها، وطبعا زي ما انتم شايفين الصور حجمها اكبر بكتير من التايم لاين، فعلشان اصغرها واقدر اشتغل عليها كل حاجه في الدرس ده هتبقى بتحصل في الايفكت كنترول. الايفكت كنترولز دي هي اللي بيحصل فيها كل التحريك وكل الكي فريمز، لو ضغطنا عليها ورحنا كده هنلاقي الموشن. لو فتحنا الموشن هيبقى عندنا بوزيشن وسكيل وروتيشن وتفاصيل تانية. احنا هنبتدي من البوزيشن والسكيل. احنا دلوقتي محتاجين نصغر، مش محتاجين نعمل كي فريمز، فانا هصغر الصورة للسكيل اللي يخليني اقدر استخدمها. انا عملتها 15%، عايز احط الصورة دي في مكان محدد، فانا بدوست على المربع اللي هو الموشن نفسه ده اللي هو ده، واول ما بدوس عليه باجي هنا واقدر ان انا اسحب الصورة بالشكل ده احطها في الجزء اللي انا عايزه من الشاشة. طيب تمام، ومحتاج ان انا اكبر الصورة علشان اقدر اشتغل عليها. هاخد صورة تانية من برضو من اللي انا مصورها واسحبها كده واحطها وكبرها. انا بقى هنا هصغرها بنفس الطريقه، لا انا ممكن اعمل حاجه، اجي على الصوره اللي انا اشتغلت عليها اوريدي واعمل كوبي واروح للصوره اللي فوقيها واعمل بيست اتريبيوتس، وفي الحاله دي هتصغر بس هتيجي تقف في مكانها في مكان التانية. فانا برضو باجي ادوس على موشن واسحبها وهحطها جنبها هنا كده في المكان ده مثلا. احنا كده عملنا بداية اللي اوت او بداية الشكل اللي احنا هنشتغل منه. احنا محتاجين ان احنا نعمل انيميشن او تحريك. الانيميشن او التحريك ده هنعمله زي ما قلنا من الافكس كنترول. هنيجي ناخد اللاير الاولاني اللي هو الصورة دي، فانا هقف على التراك اللي هو فيه الصورة دي. انا واقف زي ما انتم شايفين في اول التراك، وهاجي عند البوزيشن، وزي ما انتم شايفين لما بتقف عليها بالماوس بيتظهر لك على طول التوجل انيميشن. انا هقف عليها وكليك، هاجي من الارقام اللي انتم شايفينها دي وابتدي احركها. انا عايزها تخش بره الكادر، فانا هسحب الارقام كده كده خرجت بره الكادر. طيب انا عايز بقى مثلا ان هي تخش الكادر في قد ايه، يعني عايز الحركة الدخول دي مثلا تبقى في قد ايه. انا هكبر التايم لاين بتاعي، هقف على التايم لاين، كبر التايم لاين بتاعي، وهقول مثلا ان انا محتاج ان الحركة دي تحصل في 4 ثواني و15 فريم. انا وقفت هنا ولسه معلم على التراك ده، هاجي على الارقام دي. اي تغيير بتعمله، يعني لو انتوا شايفين معايا وانا هكبر الصورة عشان تشوفوا معايا، هنا في اول التراك حصل كي فريم بالارقام او الاحداثيات اللي انا اديتها للفيديو علشان يكون في بركات. طيب لو انا جيت من الارقام دي وغيرت وخليتها مثلا 0 ودوست كليك، هي كده دخلت. طب انا عايزها كلها جوه الكادر، بحرك الارقام دي زي ما انتم شايفين كده لغايه ما تبقى الصوره في المكان اللي انا عايزه. ولو انتم شايفين على طول حصل كي فريم في المكان اللي انا واقف فيه، يعني الحركه هتبقى لو انا مسكت البلاي هيد ورجعت بيها كده يبقى اذا الصوره هتخش بالمنظر ده. لو انا دوست سبيس عشان اعاين، ادي سرعه دخول الصوره وهتثبت بقى هنا على طول الشوت. طيب لو انا حابب اعمل نفس اللي انا عملته في الصوره الثانيه دي عشان برضو تبقى يعني اتاكدنا او تبقوا اتعلمتوا معايا نفس الطريقه مره ثانيه، انا هكليك او هضغط على الصورة عشان تبقى اكتف معايا، وهنا مفيش اي حاجة معمولة. انا هاجي ادوس على البوزيشن وهخلي الصورة
تبقى بره الكادر بالمنظر ده، هسحبها، اسحبها العكس، خرجت من الكادر، وهاجي برضو عند 4 ثواني مثلا و13 فريم، وهرجع الصورة دي تاني انها تبقى في المكان اللي انا عايزه. انا بحرك الارقام. طيب هل بس عندي امكانية تحريك الارقام دي علشان احرك الصورة؟ لا، بدل ما انا واخد كي فريم في الاول وواقف دلوقتي على المكان اللي انا عايزه، انا ممكن ادوس على موشن، وفي الحالة دي زي ما انتم شايفين في خط بيقول لي هتتحرك من فين لفين، وانا في الحالة دي ممكن اسحبها سحب كده بحيث ان انا احطها في المكان اللي عايزها تبقى فيه، عايز ارفعها فوق شوية، عايز اعمل اي حاجة، هتبقى ده المكان. وزي برضو ما انتم شايفين هيبقى في عندي الكي فريمز بتاعتها كده. لو انا عملت معاينة، ادي الصورتين بيخشوا الكادر في مدة قدرها 4 ثواني تقريبا، وبيقفوا وبيكمل الشوت لغاية كده. لتكرار الموضوع علشان تبقوا انتوا برضو متابعين معايا، انا هاخد اللوجو بتاعنا وهسحبه كده واحطه فوق الفيديوهات دي وهطوله، وفي الحالة دي اللوجو صغير وده منطقي. انا بقى برضو عايزكم تاخدوا بالكم قوي، انا مش هشتغل فيه من المكان ده، لازم اجيب البلاي هيد لبداية التايم لاين. وهنقول مثلا اللوجو ده محتاجين ان احنا نكبره، فانا بفتح الموشن وباجي عند السكيل بزود السكيل بتاعه. ممكن تكتب على طول في الخانة دي، يعني انا هخليها 300 وهدوس بره كده تمام، وهاجي ادوس على الموشن زي ما انتم شايفين، واخد اللوجو ده واحطه في المكان اللي انا عايزه. انا عايزه ده، مش عايزه يخش بقى من بره الكادر، انا عايزه يبقى من هنا مثلا. ادي هو في مكانه، وانا رجعت بالبلاي هيد لاول التايم لاين. مش عايزين ننسى بقى، انا هدوس سكيل، هدوس البوزيشن، علامة الساعة دي اللي هي بتعمل توجل الانيميشن، عملت الساعة دي على طول بيترجم ده لان هو عمل كي فريم هنا. يعني ايه كي فريم هنا؟ يعني حط الصورة بتاعت او البوزيشن للصورة او اللوجو في المكان ده في بداية التايم لاين. لو انا جيت عند التايم لاين وصلت مثلا لغاية هنا اللي هي 4 ثواني و10 فريم، كويس قوي كده. انا ممكن دلوقتي لو جيت اغير الموضوع، هغيره ازاي؟ انا هاجي ادوس على موشن، وفي الحالة دي انا هاخد اللوجو واسحبه، انا هخليه في نهاية التايم لاين. وزي ما انتم شايفين الخط ده بيقول لك هيمشي من فين لفين، وعلى طول عمل الكي فريمز بتاعته. عايز انا ان انا اتحرك في الكي فريمز بتاعتي، فانا هاجي زي ما انتم شايفين في اسهم هنا، لو انا جيت وقفت على الكي فريم واخترت انتربوليشن وهعمل ايز اوت. طب ليه انا بعمل ايز اوت ودي اول كي فريم؟ هناخدها بالمنطق ده لان هي بداية الحركة. وزي ما انتم شايفين على طول اتحولت للمنظر ده، وهاجي في التانية برضو اعمل نفس الاوبشن اهي، هخلي الصورة كبيرة عشان تشوفوا معايا، وهعمل للتاني كي فريم بقى ايز ان، وفي الحالة دي الاتنين اتحولوا للمنظر ده. بتعمل ايه الحكاية دي؟ بتخلي الحركة فيها نعومة، ما يبقاش داخل بحركة فجائية. نعمل معاينة كده ونشوف ايه اللي هيحصل. دوس سبيس. طبعا التقطيع ده علشان زي ما انتم شايفين الخط الاحمر ده بيقول لي ان انا محتاج رندر. كده عملنا اول شكل من الكي فريمز اللي هي خاصة بالبوزيشن او التحريك في المساحات دي. طيب هل ده اللي هيقتصر عليه الموضوع؟ لا طبعا، احنا عندنا حاجات كتير قوي. فمثلا لو انا جيت ومسحت كل اللي انا عملته ده وسبت بس الخلفية، وقلت مثلا ان انا هاخد الصورة دي واحطها هنا كده وهطولها زي ما اتعلمنا، وهاجي اكليك عليها هلاقيها كبيرة، هاجي للسكيل هصغرها، وهنا هعمل السكيل، هاجي عند السكيل وهدوس جوه المربع ده كده اهو دبل كليك، وهعمله مثلا 15 وهكليك براه، هلاقي الصورة صغرت للحجم اللي انا عايزه. طيب انا هاجي في اول التايم لاين
زي ما اتعلمنا، المره دي هنعمل حاجتين. هنشغل البوزيشن، فانا واقف في اول التايم لاين، هدوس الساعه بتاعه البوزيشن واحد هدوس الساعه بتاعه البوزيشن وهدوس الساعه بتاعه السكيل، او ان انا فعلت الانيميشن، وهاجي في التايم لاين وهمشي الصوره لغايه مثلا 3 ثواني اهو 15 فريم. طيب عايز اعمل انا بقى ايه هنا؟ هقول ان الصوره دي لازم تكبر، اكبر الصوره مثلا ل 25% واكليك براها، وعايز انها بعد ما تكبر مثلا تروح ناحيه الشمال وتطلع فوق، بسحب كده وطلعت فوق. طيب نشوف ايه اللي حصل بالظبط. طبعا احنا ما عملناش ريندر، فعشان كده الخط الاحمر ده بيقول لك ان الايفكتس دي محتاجه ريندر. تقطيع دي زي ما انتم عارفين من الريندر، وكده الصوره كبرت. طيب انا شايف ان هي مثلا خرجت بره الفريم، انا زي ما انتم شايفين كده بدوس على اخر الكي فريم. خلينا نكبر عشان تشوفوا. انا باجي بدوس هنا من الاسهم دي، لو انا جيت وقفت على ده ورحت عامل كده هيرجع بيا الاول كي فريم لما كانت صغيره، واللي ادوس النكست كي فريم هيبقى هنا الصوره. طيب انا مش عايزها تبقى بره الكادر، فانا هنزلها مثلا لغايه هنا. كويس كده، ونرجع نعاين بالظبط ايه اللي حصل. برضو التقطيعة دي من الريندر، وخلص الموضوع لغاية كده. عايز الحركة تبقى ناعمة، هاجي اخد الاتنين دول هعلم عليهم كده زي ما انتم شايفين، هسحب وهاجي اختار الاوبشن ان دول يبقوا ايز اوت، واخد الاتنين التانيين واعمل رايت كليك واخليهم ايز ان، ونعمل ريندر بقى المرة دي ونشوف. طيب انت مثلا مش محتاج كل ده يترندر، فانت ممكن تصغر المسطرة دي زي ما انتم شايفين كده، هكبر لكم عشان تشوفوا. انا ممكن ان انا اجي اصغرها لغاية هنا، المسطرة دي كده بسحبها وكده، ده اللي هيترندر لما ادوس انتر. انتر دي بتعمل ايه زي ما انتم شايفين؟ اللي هي بترندر الافكتس بس في منطقة الورك اريا. الورك اريا دي هي اللي بتحددها المسطرة دي. فانا لو جيت دوست انتر طيب تاني كده نشوف ايه اللي حصل. بقت المنطقه زي ما انتم شايفين كده، لو رجعت اطول المسطره دي تاني، المنطقه الخضراء دي هي اللي حصل لها ريندر، والمنطقه الحمراء هي اللي ما حصلهاش ريندر. بس احنا الحركه بتاعتنا في الجزء ده، فبالتالي نقدر نعاين الموضوع ببساطه. هدوس سبيس وبتظبط الصوره. طيب هل ده اللي احنا هنتعلمه بس في التحريك؟ طبعا انت عندك روتيشن، يعني لو انت بصيته كده في كمان الروتيشن، في كمان الروتيشن اهو. الروتيشن يعني انا ممكن ان انا اخلي الصوره تلف او تتحرك، او ان انا تبقى من ثابته وبعدين تروح للوضعيه اللي انت عايزها، بس هي نفس الفكره، فمش هنضيع وقتنا في الموضوع ده. طيب احنا عايزين نعمل ايه تاني؟ انا هدلت ده وهفتح الفوتوشوب، وانا مجهز لكم مجموعه من الفونتات، يعني مجموعه من التكست، تكست بالانجليزي وتكست بالعربي، وعامل سلايدز. ايه السلايدز دي؟ دي شرايح ان انا ممكن استخدمها اكتب عليها. في الفيرجنز المتقدمه من الادوب بريمير انت ممكن تعمل ده جوه البريمير. وعلشان نوضح الموضوع بسهوله انا هقول لك انا عملت ازاي. انا هعمل فايل نيو، هيطلع لي المقاس بتاعي لو انا عايز اغيره بغيره، وبدوس اوكي. بيديني زي ما انتم شايفين كده لوحه فاضيه. باجي على التول بار اللي في الجنب ده وبدوس التكست. اول ما بتبقى التكست اكتف، مجرد ما باجي هنا مثلا وبعمل كليك، هتكتب حسب اللغه اللي انت مختارها في الويندوز. فانا لو كاتب عربي هيكتب عربي دلوقتي، يعني انا ممكن اقول اشترك هيكتب عربي. لو انا عايز اقول له مثلا بالانجليزي، هاجي اكليك
في المنطقة الفاضية دي، وهغير العربي الإنجليزي، وهاجي أكتب مثلا سبسكرايب. أدي كده عملنا التكست اللي احنا هننقله وبقى عندنا layers. طيب ازاي بنعمل الشرايح دي؟ اهو هكليك عليها وهاجي في منطقة فاضية هنا وهرسم الشكل اللي انا عايزه، برسم وبسحب مثلا لو انا عايزه طويل كده. طبعا احنا هنقدر نغير ده جوه البريمير، وانا عملت المساحة دي وباجي. هو دلوقتي بيعمل ده على اللاير بتاع سبسكرايب، فانا عايز اجي في اللاير اللي جنب التراش دي وادوس نيو لاير كده اهو. مجرد ما دوست نيو لاير بقى ده فلاير جديد. لو انا جيت لإيديت وعملت فيل اللي هي الشورت كات بتاعتها شيفت اف 5، هيقول لي عايز تحط ايه، الفور جراوند كلر ولا الباك جراوند كلر ولا عايز تحط كلر معين. انا هقول له حط كلر معين واختار الكلر مثلا كده، هدوس اوكي على الكلر واوكي هنا، وبقت عندي الشريحه اللي لونها احمر. طيب انا عايز شريحه ثانيه، هعمل ايه؟ هاجي اقف على كرييت نيو لاير اللي انتم شايفينها اللي هي جنب التراش ايكون، وهعمل كليك، عمل لي زي ما انتم شايفين لاير تاني فاضي وبنفس السلكشن بتاعي. لو انا جيت عملت له فيل، اديت فيل، والمره دي اقول له كلر برضو واختار مثلا حاجه زي دي، اقول له اوكي اوكي، بقوا عندي الاثنين دول. لو انا دوست كنترول دي او عملت دي سيلكت من هنا، عندي شريحتين عايز افصلهم عن بعض بان انا باجي بالموف تول بحركهم كده، وبقوا عندي ده لاير الاخضر وده لاير الاحمر، وكل حاجه متسجله في لاير. لو انت سيفتهم زي ما هم، زي ما انا عامل كده مثلا وعملت سيف از واخترت الفوتوشوب، وانا عشان مسيفها قبل كده فمش عايز اسيفها تاني، هعمل كانسل وهنقفل الفوتوشوب خالص تماما، وهنيجي هنا للبريمير وهعمل دبل كليك في المكان الفاضي، وهاجي اختار المكان اللي انا عملت فيه سيف، هعمل امبورت للانتايتل ده. هيقول لي بقى ايه، اهو بيعمل امبورت ميرج اول لايرز، يعني هيعمل لهم كلهم حاجه واحده، لاير واحد ولا ميرج لايرز ولا انديفيديوال. انا هختار انديفيديوال لايرز، وكده بيقول لي ايه اللايرز اللي انت محتاجها، فانا هعلم عليهم كلهم ما عدا الباك جراوند البيضه، وهدوس اوكي. هنا بقى في فولدر لو انا عملت دبل كليك عليه هيفتح لي الثلاث حاجات او الاربع حاجات اللي احنا عاملينهم. فلو خدناهم بالترتيب حطيناهم فوق بعض كده بالمنظر ده، طيب انا ايه اللي انا عملته؟ انا دلوقتي هاخد اللاير الاولاني، هقفل بقى الويندو دي وهاجي في اللاير الاولاني، وفي امكاني ان انا اكبرها للحجم اللي انا عايزه. خلي بالك لو انا جيت كبرت بس كده هتكبر بالمنظر اللي انت هتشوفه دلوقتي حالا ده. ندوس بوزيشن وهسحبها واحطها هنا كده وتبقى مثلا كده. لو انت عايز تلعب في طولها وعرضها يبقى هتيجي على اليونيفورم سكيل وهتلغي التشيك ده. ايه اللي حصل اول ما انا لغيت التشيك ده؟ بقى عندي ان اقدر اتحكم في الارتفاع وفي العرض. فانا لو جيت عايز اعملها عريضه كده هعملها كده، ولو عايز اقلل الارتفاع او ازوده هتبقى بالمنظر ده زي ما انا عايز. انا ما بعملش كي فريم، انا بظبط دلوقتي السلايدز اللي انا محتاجها، وهاجي على اللاير اللي فوقيها او اللاير الحمراء دي وبقف عليها، ونفس اللي عملناه انا هاجي من افكتس وهشيل السكيل ده هكبر.
انا ممكن اظبط مكانها، ف هنزل تحت كده وهاخد دي وهنزل بيها تحت كده، وده بقى الشكلين اللي عندي اللي انا عملت لهم امبورت من البريمير. هاجي مثلا اخد الفونت، هنكليك عليه كده وهاجي احركه بمعنى اني اظبطه في المكان اللي انا عايزه، اكبره شوية ممكن من السكيل، وبنزل بيه من البوزيشن لغاية ما يبقى هنا. طبعا الاتنين حمر فما بقاش باين، هنحل المشكلة دي حالا. وهاخد الفونت التاني هكليك عليه وافتح الموشن بوزيشن، انزل بيه لتحت، سكيل كبره شوية، حركه جوه لليمين، انزل بيه. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل انه اللايرز زي ما انتوا عارفين في البريمير ان اللايرز اللي فوق هي اللي بتظهر على طول، فالفونت محطوط تحت الشرايح دي او السلايدز دي. فانا هعمل ايه؟ انا هاخد الاتنين دول كده اعلم عليهم وهسحبهم سحب، حطيتهم هنا مثلا على جنب، وهاجي اخد دول انزلهم لتحت واخد دول اخليهم فوقهم، وكده الفونت بقى فوق السلايدز او الشرايح دي. طيب بالنسبة للفونت الاحمر في كذا طريقة، انا هقول لك على اسهل طريقة. انت لو فتحت الادوب فوتوشوب، انا لو هاجي اعمل دبل كليك في المكان الفاضي واختار اللاير اللي انا سيفته، هيفتح لي بالمنظر ده، وهاجي على اللاير اللي انا عامله احمر، هدوس تكست تاني وهكليك في وسطه وهعمل دبل كليك او كنترول ايه، وهاجي على اللون واختار مثلا لون ابيض هنا كده، هسحب الدايره دي لغايه اللون الابيض وهدوس اوكي. طبعا هنا ما بقاش باين بس دي مش المشكله، خلاص لو عملت كده وعملت سيف، بس سيف مش اكتر من سيف، وقفلت الفوتوشوب، لما اجي هنا هلاقيه اتحول بقى لونه ابيض. طيب انا عايز ان انا اظبط الفونت، فهاجي برضو وانا معلم عليه انزله لتحت شوية وهيبقى بالمنظر ده، وكده بقى عندي ايه الاتنين دول، انا اقدر ان انا احركهم. طيب لو انا بقى عايز اعمل حاجة ان انا احرك كل ده بدل ما اقعد اعمل بارامترز وكلهم يتحركوا مع بعض، انا هعمل حاجة جديدة خالص. هكليك على كل دول الليارات دي وهعمل رايت كليك نيست، والنست سيكونس ده حطهم في سيكونس واحد. لو انا عملت دبل كليك هشوفهم كلهم فوق بعض، لو انا قفلته كده هيبقى ده لما انا اجي في اول التايم لاين وهاجي عليه وهاجي من الموشن وهاجي اعلم على البوزيشن والسكيل مثلا، وهقول له انه هحرك زي ما احنا شفنا، دوس موشن كده، انا بسحب كل حاجه، الفونت بالسلايدز بكل حاجه، وطلعتهم بره الكادر مثلا كده، وهاجي مثلا بعد ثانيتين وهرجع اسحبهم وممكن اطلعهم مثلا لغايه هنا هكليك ونشوف بالظبط احنا عملنا ايه. وعشان نشوف كويس زي ما اتعودنا هنعمل ريندر. طيب انا لو وصلت لغاية هنا وعايز يعني بعد كده ان انا اول ما يقفوا بقى هنا هستنى مثلا، وهعمل ان هو لغاية مثلا هنا عايز اعمل حاجة تانية، ايه؟ هكبرهم كده وعايزهم ان مكانهم يطلع فوق وروح شمال شوية. اي حاجة انا بعملها طالما الساعات دي مفتوحة زي ما انتم شايفين بتعملها كي فريم، فبدل ما كان عندي 2 كي فريم بس بقى عندي دلوقتي 3 في كل صف كده. لو انا جيت هنا وعملت
ريندر. ونعاين. وسبته وهيكمل الشوط لغاية هنا. خلفية تانية احطها هنا ونصغرها، وهاجي مثلا اقول ان انا محتاج اخد الصورة دي، وزي ما احنا عارفين كبيرة، فانا هقف عليها واروح للفيكس كنترول، بفتح المثلث بتاع الموشن وباجي في السكيل وبكليك عليه وبكتب مثلا 15 صغرة. كل اللي انا محتاجه هنا بقى ان انا اعمل لها 3D، يعني اخلي الصورة دي تتحرك من الاول 3D. هاجي من الافكتس واختار فيديو افكتس، وهكتب في المربع ده زي ما انتم شايفين كده افكتس، وهاجي في المربع ده واكتب 3D، على طول بيظهر لي البيزك 3D. لو خدته حطيته على الصورة دي على طول هنا بيأبديت في الإفكت كنترول وبيقول لي إن أنت عندك 3D بقى شغال. طيب أنا واقف على أول الصورة، نفس الفكرة، كل الإفكتات ليها كي فريمز، فأنا هعمل كي فريم كي فريم وهبتدي أغير إنه الصورة مثلا تبتدي. إحنا كده بنلعب في البداية، الصورة هتبقى وهاجي بعد جزء صغير وعايز ان انا ارجع بيها للاتجاه العكسي. ولو عملنا معاينة ادي هيبقى شكل الحركة ومدتها. انا مش عايز اضيع وقت في 3D لان انا عملتها في درس سابق، وممكن اسيب لكم اللينك وكمان كتابة في اللغة العربية ازاي جوه الفيرجنز المختلفة من ادوبي بريمير. انا كل اللي يهمني دلوقتي ان انتوا تشوفوا امكانيات التحريك عن طريق الكي فريمز. وعلشان نراجع اللي احنا عملناه بشكل سريع جدا في نهاية الدرس، ادي الكي فريمز، انا بعلم على البوزيشنز والسكيلز وانا واقف في اول التايم لاين، وباجي عند الكي فريم، مكان الكي فريم التاني وليكن مثلا عند ثانيتين، وبغير في الارقام دي، او باجي من الموشن اسحب الصورة في المكان اللي انا عايزه الجديد. وفي الحالة دي بيترجم الموضوع على طول لحركة زي ما انا عملته. لو انا غيرت في السكيل يبقى كأني بعمل زوم ان او اوت. لو في اي سؤال في الموضوع ده ياريت تبعتوا لنا علشان نرد عليكم قبل ما نخش في دروس متقدمة اكتر. واشوفكم الحلقة الجاية.